بحكم انك انت احد اولياء الدم في قضيه سجن فلسطين، كيف تشوف فيه انه تم تاجيل القضيه لرقم 15؟ حقيقه هو هذا الامر اليوم فوجئنا به، لان يعني ذكر انها عدم اكتمال المعطيات او يعني في امور ناقصه، ومعنا نحن نرى لا يوجد نقص في هذا الشيء، الشهود، الادله، الجريمه مشهود لها، شهد عليها العالم كله، شنو الشيء اللي خلاه ما ينطقوش بالحكم اليوم؟ يعني كل هالمده يعني اهالي بوسليم حطوا الثقه في قضائهم وفي محاكمنا بحيث تنصفهم، هذه قضيه واضحه المعالم، يعني شن بينقصها؟ ليش هيك الظلم؟ ليش هيك البهدله؟ يعني شن نحن كنا نامل من قضائنا انه هو ينصفنا، ينصف القضيه اللي هي واضحه، شن فيها من نقص؟ ادله، شهود، اعترافات، شيء مشهود له، يعني شيء يعني قضيه مكتمله المعالم، شن ينقصها بحيث انه يتم النطق في الحكم الا الشجاعه حقيقه والانصاف؟ هنا نضع 100 علامه استفهام على القضاء الليبي. مطالبكم اليوم؟ مطالبنا وانصافنا واحقاق الحق باصدار الحكم، لا نريد تاجيل في الحكم حقيقه، هذا ظلم، هذا استفزاز لاهالي الشهداء، يكفينا هذه الجريمه التاريخيه اللي هي ترتقي الى جريمه حرب ان تؤجل من سنه الى سنه ومن مناسبه الى مناسبه. لماذا يريد تبرئة المجرم التي هي ثابتة ضد الجريمة؟ ليش هالظلم؟ هذا ظلم حقيقة، ما بعده ظلم، استفزاز للأمهات والأهالي المجروحين حقيقة. نحن وثقنا في القضاء وجعلنا القضية تسير في المسار القانوني، قلنا نسلم للقانون ولبلادنا ولأبنائنا ولوطنيتهم ولإحقاق الحق، نحن لا نريد إلا الحق. الجريمة ثابتة والأدلة ثابتة والمجرمين موجودون والجميع يشهد عليهم بجرائمهم، ليش تبرئتهم او انك تاجل؟ هالتاجيل كل يوم يقتلنا، كلمه اجلوا كلمه نموتوا نحن احياء.